مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، ومن جديد لجديد بيتكرر معانا برنامجنا كلامنا في المضمون، كل مرة بيكون معانا جديد. والنهاردة موضوعنا جديد، لأن النهاردة إحنا في فترة انتخابات، فعايزين في البداية نعرف يعني إيه انتخابات. هنعرف كل ده بالتفصيل من ضيوفنا اللي منورينا كمان شوية، بس في البداية حابة أرحب بزميلي محمد. أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا مروة، وبرحب بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الانتخابات، مجلس النواب واستعداد الدولة ليها. وخلينا نتكلم بصراحة أكتر، ناس كتيرة ما عندهاش ثقة في بعض نواب مجلس الشعب، لأن مع الأسف في بعض منهم بيوعد وما بيوفيش، وهنعمل وهنسوي، وما فيش بعض منهم برضك فيش برنامج انتخابي. فالحالة دي معمولة مخصوص. ده في ناس كمان يا محمد متعرفش يعني إيه انتخابات أصلا. تمام. فكل ده إن شاء الله هنعرفه النهاردة من ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستوديو النهاردة. يسعدني ويشرفني أن أقدم لحضراتكم سيادة النائب سامح الغول، مرشح عند مجلس النواب عند دائرة الساحل. أهلا وسهلا بحضرتك، نورنا فندم. ربنا يخليك فندم، شكرا على الدعوة الجميلة. ربنا يخليك. وكمان معانا الأستاذ وليد هلال عز الرجال عن دائرة الشرقية والزاوية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفينا ومنورنا. ربنا يبارك لنا في عمرك. في البداية كنت عايز أعرف من حضرتك يا باشمهندس سامح، يعني خلينا نقول أو نحط مكاننا مكان الناس، أو السؤال التقليدي يعني، ليه حضرتك رشحت نفسك؟ والله أنا رشحت نفسي، أنا أولا أمين عام دائرة الساحل حزب حماة الوطن، شغال في الدائرة بفضل الله بقالي 4 سنوات، ورغبة من بعض الأهالي عندي وكبار العائلات أن أنا لازم أنزل عن يعني أرشح نفسي وأبقى عضو مجلس النواب عن الدائرة، مش أكتر من كده. تمام. هل حضرتك اشتغلت في العمل الحزبي بقالك فترة ولا من 4 سنين بس؟ من 4 سنين بس يا فندم، لكن في العمل الخدمي من عمر طويل جدا يعني، الحمد لله اتعلمت كده من والدي يعني، الحمد لله. يعني خلينا نقول والد حضرتك زرع فيك، زرع فيا الحته دي خدمه الناس، الحمد لله. دي حاجه جميله جدا جدا، ويا ريت نعلمها لاولادنا، لان زي ما سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام علمنا خير الناس انفعهم للناس. طيب خلينا نقول انا كمثلا عضو او كواحد ساكن في الدايره عند حضرتك، اي فن ايه اللي يخليني ارشح حضرتك وما رشحش حد تاني؟ والله يا فندم هو كلنا واحد طبعا، بس هي الفكره ان انا النهارده عشان ارشح عضو مجلس نواب لازم بيكون بيخدمني، بيسهل لي مشاكلي، او بيحل بيساعدني في حل مشاكلي، احتجت حاجه بالنسبه للخدمه العامه بيعملها لي، مع جهه عاليه شويه بيعملها لي، مع جهه حكوميه يقدر يجري فيها كده الخدمات عموما يعني. طب ما هي الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي بتاع حضرتك؟ بمعنى يا فندم؟ بمعنى حضرتك هتقدم ايه لأهل الدايرة بناء عليه حضرتك قررت ترشح نفسك؟ بفضل الله عز وجل ان شاء الله بقدم لكل أهل دايرتي، ولو قدرت ان شاء الله لأهل دايرة أخرى كمان أقدر أقدم أي خدمة متاحة ليا في إيدي ان أنا أقدر أقوم بيها. تمام. دي حاجه كمان الناس ما تعرفهاش، ان مش شرط المرشح الانتخابي بتاع الدايره بس هو اللي بيخدم اهل الدايره، ممكن مرشح اخر برضك من دايره اخرى يخدم الناس برضه. مظبوط يا فندم، لان هو اسمه عضو مجلس نواب. في بعض الناس ما بترضاش كده يا فندم سياده النائب، كان في ناس ما بترضاش تخدم اهل الدوائر تانية، يقول لك انت تبع الدايره بتاعتي هخدمها، انت مش تبع الدايره بتاعتي. صح يا فندم، انا معاك ان ده صح، وده المفروض ان احنا بنخدم الناس كلها. احنا عايزين تحالف الخير لمساعده الغير. حلو جميل. طب مين تحالف مع استاذ سامح؟ ان شاء الله. حلو جميل ممتاز. اسمه ايه بقى تحالف الايه؟ الخير لمساعده الغير. طب حلو جميل جدا. ده بنساعد في الصغير قبل الكبير، بنساعد جميع الفئات وجميع العناصر، بنساعد عامه الشعب. مظبوط. وده يعني ملموس على ارض الواقع. مظبوط. تمام. طيب استاذ وليد بقى خلينا اتفضل. حضرتك ابتديت في العمل الخدمي او العمل الحزبي بقالك قد ايه؟ أنا من 15 سنة وأنا شغال في حل مشاكل الناس. طب جميل جدا. يعني الناس كلها عارفاني، والناس كلها كانت بتجيلي المكتب نائب محافظ القاهرة، بنساعد كمان حتى النواب بيعرضوا عليا المشاكل، بقف جنبهم وبساعدهم وبعمل لهم حاجات وخدمات كتيرة جدا. فمن هنا قررت إن أنا أنمي الموضوع بتاعي بشكل توسعي أكبر شوية. فالموضوع ابتدى عندي بفكرة صغيرة وابتدى ينمو وقتي في الاستمرار العمل
في مجال شغلي، فالناس كانت بتعرض عليا المشاكل كنت بحلها وبتعاون معاهم، فرشحوا حبوا ان انا اتعاون معاهم بشكل توسعي، فقالوا لي لازم تقدم، احنا عايزين دم جديد وفكر جديد. والحمد لله الناس بقى عندها وعي وفكر وحاجه جميله يعني ان الناس ترشحني يعني ان شاء الله. بس من كمان من اولويات مرشح مجلس الشعب ان هو بيكون له دور وسلطه على الحكومه. انا الحمد لله يعني علاقتنا انا وسامح بيه يعني الحمد لله متوسعه ومتشعبه لجميع الكوادر، لوزاره الصحه، لوزاره التضامن الاجتماعي، لوزاره الشباب والرياضه، والحمد لله مدين ايديهم معانا بالخير وبيقولوا لنا احنا معاكم وفعلا بنرشحكم بنأيدكم مستعدين نساعدكم لان كنتوا فكر جديد وراي جديد. وفعلا احنا بنشكر وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم، بنشكر جميع الوزارات عشان وبنشكر. وكمان خليني اقف عند حضرتك في الموضوع ده، ان الدوله كمان توجهات الدوله ان هي بتدعم الشباب، ده حقيقة، وبتهتم بالشباب ودور الشباب، ده حقيقة. لذلك تلاقي الرئيس دايما كل سنه بيجتمع بالشباب واعتقد الرئيس الوحيد اللي هو الرئيس السيسي اللي كان دايما بيعمل كده، حريص على بيقعد مع الشباب ويسمع ارائهم ويشجعهم في الانضمام للاحزاب والتجمعات. حضرتك شايف ده ازاي بقى سياده النائب سامح؟ اهتمام الرئيس بالشباب، شايف ده ازاي؟ حاجه كويسه ولا حاجه؟ انا طبعا حاجه ممتازه جدا يا فندم، بفضل الله مش بدون مجامله، ان هو قائد الحمد لله لن يعوض ثانيه، وبيخدم في البلد كتير جدا مع الوقت. بس طبعا احنا لازم كلنا نسقف معاه، بمعنى مش ان احنا نسقف، لا قصدي حضرتك نساعده ندعمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو بيهتم على كل المشاكل الخاصه بافراد الشعب عندنا كدوله اسمها مصر، اكيد، والحمد لله بيعمل كل ما هو في صح البلد عندنا كل ما بوسع فضل الله. طيب استاذ وليد، حضرتك تقول ايه للناس اللي بتحاول تشكك، حط خطين تحت كلمه تشكك دي، حط 5000 في مجهودات الدوله؟ والله هو بتحاول تهدم الدوله. الناس بقى عندها وعي، الناس بقى عندها فكر، الناس بقى عندها بعد نظر، الناس يعني لو قعدنا نتكلم خلاص يعني الناس بقى عندها تفتح في الاراء، فالحمد لله يعني ده بيساعدنا كتير، بحيث ان النائب بيظهر في اخر اسبوعين دول. طب انت فينك من 5 سنين؟ فينك؟ كنت فين يا فرحتي؟ تنزل تدينا كرتونه، توزع 50 جنيه، المال السياسي ال فينك؟ كنت تيجي تتصل بالنائب بتلاقي تليفونه. بس اسمحك خلينا نقف عند المال السياسي عشان ده موضوع خطير جدا طبعا، وهو يعني عشان نتكلم بصراحه اكتر، يعني خلينا نقول ان بعض الناس ما بتنزلش الا عشان كرتونه وعشان 100 جنيه مظبوط، زي ما حضرتكوا عارفين. طب انا هقول لحضرتك، احنا عايزين نوعي الناس شويه. لا الناس يا فندم مش محتاجه وعي، الناس كانت بتقول لك انا هاخد الفلوس وهدي الصوت اللي انا هديه للي يستحق، للي يستحق، هو عايز يدفع خلاص يدفع، احنا مش هنجبره. ده في حاجه اسمها سمساره انتخابات، بيستنوا السيزون او الموسم ده علشان يستنفعوا فيه. فالحمد لله الناس بقى عندها راي، والحمد لله اراده ربنا معانا فوق كل شيء، ده اللي اقدر اقوله بصراحه. استاذ سامح الغول، ايه هي يعني ايه اولويات حضرتك في في الخريطه الانتخابيه اللي حضرتك حاططها؟ ايه الاولويه؟ هتعمل ايه في الاول كده ان حصل ان شاء الله يعني بقيت عضو مجلس نواب؟ يعني ان شاء الله الخدمات العامه للاشخاص العاديين عندي في الدايره فقط لا غير، هتهتم بيها وتركز عليها طبعا. هو استاذ سامح اصلا لان كده كده مع احترامي لسياده النايب، عضو مجلس النواب هو تشريع ورقابة، تمام، زي انا اسف بسميه يعني موظف، لكن ايه اللي يقدر يستغله الموظف ده في المنصب ده؟ ان هو يخدم بيه الناس كلها. اكيد. طيب بالنسبة كمان دور المرأة والتعليم وتطوير وحاجات كتيرة قوي، حضرتك محطوطين في الخريطة الانتخابية برضك؟ والله يا فندم هم محطوطين بالطبيعي في على مستوى الدولة، مش في الخريطة الانتخابية فقط، يعني كل التوجيهات من الدولة عندنا لينا كأفراد بنبدأ ننفذها إن شاء الله لو حصلت أو غير حصلت حتى لا قدر الله. يعني كل اللي بيحصل إن احنا بنساعد إن احنا ننمي الفكرة اللي بتوصل لنا من الجهات العليا. تمام يا فندم.
عايزين نعرف برضك اكتر حضرتك ايه المشاكل والحاجات المهمة يعني اللي بتقابلها في الدايرة بتاعت حضرتك. والله هو بفضل الله عز وجل ما فيش مشاكل بقابلها في دايرتي، لان دايرتي عموما اكيد كل مشكلة وليها حل. بس ايه اكبر مشكلة ممكن تواجهك؟ ما فيش الا يعني المنافسة مش اكتر. لا ده من طبيعي منافسة شريفة نزيهة. ولكن خلينا نتكلم على أرض الواقع. هل حضرتك هتعمل زي بقية المرشحين وزعوا على الناس كراتين ويلعبوا بالناس بالغلابة؟ لا والله لا 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 لا، وبقولها عن ثقة، لأن أنا بفضل الله أنا اتولدت في بيت رباني على كده، وشفت ده بيتعمل من قبل ما أكبر في السن كمان، ومارست الكلام ده لما كبرت في السن، ومارسته أكتر لما دخلت الحزب اللي أنا فيه. يعني نرجع نقول حضرتك والدك شجعك على ده وزرع فيكم ده. بفضل طب ده حاجه جميله اللي هي خدمه الناس. بفضل الله. طب ده حاجه جميله جدا. الحمد لله بفضل الله. استاذ وليد، خلينا نقول تحب تقول ايه للمرشحين اللي بيستخدموا او بيلعبوا بعواطف الناس الغلابه ويستغلوا حاجتهم؟ طب لما انجح ان شاء الله اعمل لك المصلحه دي او اديلك دي، بس انتخبني الاول. بيساوموا يعني. لا، ما زلت اكد على حضرتك ان الناس بقى عندها وعي وعندها فكر، بقى صعب يضحك عليها يعني. بقى صعب يضحك عليها فعلا، والناس عارفه وملمه مين اللي هيخدم ومين اللي هيساعد. فين الناس التانيه من 5 سنين؟ فين تليفونهم كنت بتتصل بيه غير نطاق الخدمه اصلا؟ مش غير متاح، مش موجود اساسا، مش موجود، ما بتشوفهمش الا في الانتخابات. بالظبط. صح كده. مش كلهم والله، لان برضه الخير فيه طبعا ليوم الدين. انا عندي في الدايره عندي كان في نائب اسمه احمد زدان، حد محترم جدا وبيخدم بصراحه، وشفت انا عاشرته كتير جدا لانه معايا في الحزب وعضو مجلس الشعب عن الدايره اللي انا فيها كمان، وكان بيخدم الناس كلها. يعني في مش مفيش. ايوه، الخير في امتي الى يوم الدين. انا بتكلم عن العموم او المجمل. يعني الناس بقى عندها ثقافه، الناس ما بقتش تبص تحتيها تحت رجليها، ما بقتش تضحك عليها زي الاول. لا لا بالوعود الفارغه. لا خالص خالص. لا لا يا فندم، هم مش سلعه عشان الواحد يشتري ويبيع فيهم. الناس غاليه عندنا جدا جدا جدا، وباكد عليها. انا اسف، عشان اقدر اشتري النهارده عضو يعني صوت بتاع حد، هشتريه ب 100 جنيه ب 200 جنيه بايا كان الرقم المسمى بتاعه، طب ايه اللي انا فدته فيه؟ تمام. بعد كده لما بتروح له بيقفل الباب في وشك. استاذ وليد، برضك ايه المشاكل اللي بتقابلك في لو ان شاء الله ترشحت في المجلس ونجحت، ايه الاولويات اللي حضرتك هتقدمها؟ والله في حاجات كتيره، افكار اسمحي لي احتفظ بها لنفسي، لانها انا عايزه جزء منها صغير. لانها عشان بتتسرق. هو بيتسرق بجد والله. يعني في حاجات كتيره جدا جدا. قول واحد اتنين تلاته وخلاص. يعني انا بحب اشكر وزير يعني الشباب والرياضة بصراحة، هيقف جنبنا. بحب أشكر وزير التضامن الاجتماعي، هيقف جنبنا. بحب أذكر يعني وزير القوى العاملة، لأنه وقف جنبنا بالفعل وعمل حاجة جميلة جدا أحب أشكره عليها. وأحب أشكر محافظ القاهرة، لأنه فعلا غير معالم أو اسم مسمى المدرسة للشهيد بتاع الجرن صابر رجب لصاعقه 103، ويعني كافئوه. ووزير القوى العامله برضو غير مسمى المركز التدريبي بتاعه يعني. وبحب اشكر وكيل اول وزاره الاستاذ محمد طه. احنا كمان بنشكرهم بجد يعني، كل ده يعني بيدعمونا وبيساعدونا، وقالوا لنا احنا معاكم قلبا وقالبا وفي ظهركم. وفعلا احنا يعني عايزين نساعد الناس كلها، مش دايرتنا بس يعني. تمام. طيب ايه معانا استاذك؟ معانا اتصال تليفوني. مين يا فندم اللي معانا؟ الاستاذه سالي من دايره الساحل. طب ده للست النائب سامح الغول بقى. اتفضلي. اهلا وسهلا. عليكم السلام. اهلا وسهلا. برحب بالبرنامج وباستاذ سامح الغول. برحب بيك يا فندم. محترم فعلا، وهو ونعم الرجل الخلوق. هو الصراحه خدوم جدا جدا جدا، وانا بحترمه الصراحه. ان شاء الله بالتوفيق، ربنا هيوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. وبرحب باستاذ وليد برضو. اهلا وسهلا بحضرتك، اتشرفت بيك. اهلا بيك. انا اتشرفت اكتر يا فندم. ربنا يكرمك.
وان شاء الله بتمنى الاستاذ سامح مستقبل جميل ان شاء الله، وان شاء الله بالتوفيق في الامتحانات في الانتخابات. شكرا. لسه الامتحانات ما جاتش. في سؤال لحضرتك يا استاذ سالي؟ استاذ سالي حضرتك سامعني؟ ايوه سامع حضرتك. تحبي توجهي سؤال للسيد النايب؟ لا خالص، بس انا عايزاه، بس هو خدوم جدا وهو مع دايرته، وصراحه خدمني اكتر من مره، انا شرفت بيه وهو انسان محترم جدا قبل ان يكون منتخب او مرشح، وان شاء الله بالتوفيق لي. ميرسي ليكي. شكرا يا استاذ. شكرا جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. واضح ان ما شاء الله يعني. لا هو الحمد لله معروف على ارض الواقع واكتف جدا وشعلة نشاط ما شاء الله. ما شاء الله يعني معروف عن دايره الساحل يعني الحمد لله. طيب خلينا نتكلم بقى عن ان شاء الله، احنا بنتكلم كلها اسابيع وهتبدا الانتخابات. طبعا هل حضرتك شايف طبعا عشان موضوع كورونا ومشاكل كورونا في بعض الناس عندها تخوف ان هو ينزل ويدي صوته، هل اللجان هتبقى معقمه ولا مش معقمه، هل هيبقى في احترازات وقائيه ولا لا، حضرتك شايف الدولة مستعدة للانتخابات ولا يأجلها أفضل؟ لا، بوجهة نظرك أنت الدولة ما شاء الله مستعدة، والدليل على كده حتى في مجلس الشيوخ الانتخابات اللي فاتت كان في كلام ده، وكان في استعمال المواد اللي هي التعقيمية والكمامات وحاجات كتير، وكان في إجراءات متابعة على طول يعني. والناس عايزة التغيير وعلى فكرة هيبقى في حاجات ملموسة والناس هتنزل بإقبال، لأن بيقول لك إحنا صوتنا أمانة وعايزين التغيير وعايزين تغيير الدم وعايزين الفكر الجديد. فإن شاء الله يعني دي كلها مبشرات بالخير إن شاء الله. ويعني الحمد لله إحنا متفائلين خير، لأن فعلا الناس مرحبة بالشباب والفكر الجديد. واحنا طبعا من خلال برنامجنا عايزين الناس برضك تنزل بكثافه وما تخافش من اي حاجه، لان كل حاجه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب خلينا الاستاذ سامح، يعني لو حضرتك كانسان في الدائره عندك او شخص في الدائره عندك تنصحه بايه عشان ينتخب او يدي صوته للي يستحقه؟ تنصحه بايه؟ هل يروح للي يوزع فلوس وما بيخدمش، ولا يروح لمين؟ والله انا مش هقدر احكم على فكر البشر. تمام. لكن اقدر احكم على اللي هيخدم البشر، هو ده اللي نقدر نختار بين ده وبين ده، مش اكتر من كده يعني. والله يقول لي من يصلح، هو المفروض يختار الانسب ليه، الانسب ليه اللي هيساعده في خدماته، مش وقت ساعتها هيديني مش كرتونه، عشان ساعتها اداني 1000 جنيه او كرتونه او ايا كان مسماها. لا، اللي يساعدني بعد كده فين؟ ربنا طبعا اولا، وبعد كده الشخص اللي ربنا سببه ان هو يبقى عضو مجلس نواب او عضو مجلس محلي او عضو مجلس شيوخ ايا كان المسمى. طيب استاذ وليد بقى حضرتك تنصح بايه للشباب عشان ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات، تنصحهم بايه؟ انا مش هنصح حد، لانهم الشباب كلها ملمه وعندها فكر وعندها ثقافه، فعلا بيقولوا انزل واحنا معاك وبنأيدك، وهم هينزلوا قلبا وقالبا معاك يعني الحمد لله فعلا. فالشباب مستعده وجاهزه، مش مستعد ان انا انصحهم، هم عايزين التغيير، عايزين التغيير، لان بيقول لك. بس ما تنساش حضرتك استاذ وليد في بعض الاشخاص بتحشر الافكار الغلط في عقول بعض الناس. لا لا لا، معاذ الله، يعني فعلا في فكر، وفي الحمد لله الناس بقت مقنعه، ويعني بيقولوا احنا هناخد فلوس وهندي الصوت للي يستحق، اللي عايز يدفع يدفع. يعني خلاص احنا هنلغي عمليه فكره المال السياسي دي تماما، مش هيبقى في مال سياسي. تمام. وهيبقى فيه الحمد لله خير ان شاء الله، والخير قادم، ثقتي في ربي الحمد لله. الحمد لله. استاذ سامح، كنا عايزين نصيحه من حضرتك للناس اللي بتحاول تستغل الشباب اللي هو ما عندوش وعي كافي بدور الدوله وبتلعب بعقولهم وبتشكك في مجهودات الدوله، تنصحهم بايه؟ هل يسمعوا القنوات الارهابيه الموجهه المموله، ولا يسمعوا مين بالظبط؟ والله دي حاجة يعني المفروض ان هو شاب محترم وفاهم يعني ايه صح من غلط، والمفروض فاهم هو ازاي هيتوجه، وزي مثلا يا فندم الشيخ اللي بيصلي بينا سواء في بيت الله سواء في الكنيسة الامام بتاعنا ايا كان، فالمفروض انه فاهم هو هيمشي ورا مين وازاي وليه، فما اقدرش اتكلم فيها دي خالص. تمام. خلينا نبدا باستاذ سامح تاني. في معانا صور
اي فندم. كان فريق الاعداد قدر يجمعها وعايزين تعليق من حضرتك على الصور دي. خلينا نشوف اول صوره. دي صوره ايه يا فندم؟ دي صوره كنت بعقم فيها بيت ربنا اللي هو الكنيسه عندنا في دايره الساحل ساعه كورونا. كورونا. ودي نفس الكنيسه برضو. دي كان المفروض انا اعتقد اللي حضرتك بتعملها بنفسك او بنفسي يا فندم. انا وفريق عمل عندي لحزب حماه الوطن لدايره الساحل وفريق اخر من عامه الشباب عندنا. دي حاجه جميله. الاجمل ان حضرتك شغال بنفسك ايدك قبليهم بفضل الله. دي حاجه جميله. انت ممكن حضرتك توجهه ولكن ما تعملش بنفسك، لكن الاجمل ان حضرتك شغال بنفسك. ودي مع فضيله البابا. دي مع فضيله البابا في اثناء المباركه بالعيد القيامه. اه تمام. ودي صوره كمان. في العيد السنه اللي فاتت. تمام. في صور تانية يا شباب ولا؟ بس انا عايز اعرف حضرتك جبت الصور دي منين بس. اجتهاد. شغل فريق الاعداد. دي فين؟ دي في الجامع دي يا فندم؟ دي في مساجد برضه عندنا، مسجد الخازندره اللي هو على شارع شبرا. في كذا مسجد يعني الحمد لله بفضل الله قمت بتعقيمهم برضه بشخصي انا وبعض من المجموعه عندي الافاضل. طب دي حاجه جميله والله، واتمنى ان كل النواب يعملوا كده. دي فين دي يا فندم؟ دي اخر مناسبة كانت اللي هي في مدينة نصر اللي احنا كنا من ساعة انتصارات اكتوبر وكده يعني. في احتفالات اكتوبر. انتم مراقبين يا فندم. لازم دي هنا نعمل السفينة. ودي فين دي يا فندم؟ دي كانت مواليد دي في الشرابية. كنا بنكرم ام الشهيد دي لانه فرد برضو من افراد كان في سلاح الصاعقة المصرية الله يرحمه. الله يرحمه. دي في يوم الشهيد؟ لا كانت في يوم 6 اكتوبر. طب دي حاجة جميلة ولفتة إنسانية من حضراتكم. الحمد لله. والأجمل بقى في إيه بقى؟ الأجمل يا مروة إن هم مش أعضاء لسه مرشحين. المهم إن هو اللي بيقدر يخدم حد هيخدمه، مش عضو مجلس الشعب وبس، هو بيخدمه في أي وقت. مظبوط. مش شرط يكون عضو. عشان كده تعمدت أسأله حضرتك في العمل الخدم من إمتى؟ بتخدم الناس من إمتى؟ قال لي من 4 سنين ومن قبل كده كمان. بفضل الله. النائب يعني. بفضل الله. بنتمنى لك يا استاذ سامح بصراحه النجاح، بس كنا عايزين نعرف برضك يعني حضرتك الخريطه بتاعتك هتبقى ماشيه ازاي اول ما تمسك الشغل. بمعنى ايه يا فندم؟ برضه يعني واحد اتنين تلاته هعمل كذا كذا كذا. فندم حضرتك تقدري تساليني لو نجحت ان شاء الله. من يوم ما نجحت بس اكيد في بعض الحاجات كده في دماغك. في بعض الحاجات انا عامل معظمها. فاللي هيجي هيبقى اكتر ان انا مثلا اتعامل مع قيادات اعلى مني بكتير. والصالح العام هو اللي يصب في الافلام. احنا للاسف فقرتنا خلصت، ولكن بنشكر حضراتكم وبنتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب. وقبل ما نختم حابب اقول للساده المشاهدين صوتك امانه، ارجوك ما تدوهوش للي يستحقه. ما تفرحش بال100 جنيه، ما تفرحش بالكرتونه، ولكن بعد كده مع الاسف يا مروه مش هتلاقي خدمات، هتلاقي الناس قفلت الباب في وشك. اختار صح عشان تعيش صح. بالظبط. هنطلع فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله هنكمل بقيه موضوعنا. معانا موضوع مهم جدا وهو التعليم واستعداد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد. كل سنة وحضرتك طيبين. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل بقية فقرتنا ان شاء الله.